أقامت مديرية شرطة صلاح الدين وعلى ملعب نادي العلم الرياضي مباريات ودية بكرة القدم بين فريق مديرية شرطة صلاح الدين وفريق مديرية شرطة نينوى، وتأتي هذه المباريات دعما للحركة الرياضية وإدامة روح المحبة بين المحافظات العراقية، وكذلك لبناء القدرات واللياقة البدنية عند المنتسبين والضباط، وفرحا بالانتصارات التي تحققت على فلول داعش الإجرامي. حضرنا هذا اليوم مباراة ودية بين فريق شرطة كادس صلاح الدين وشرطة الموصل شرطة نينوى. حقيقة استمتعنا بهذا اللقاء الجميل الذي جمع أبناء العراق من كل المحافظات من مختلف الصنوف، تبين أنه الفريقين يضمون مختلف شرائح القوات الأمنية من الجيش والشرطة، وهذا دليل على وحدة العراق وتماسكه رغم مؤامرات الأعداء. هذا اليوم التزيير المستطيل الأخضر بحضور أبناء العراق من كل المحافظات باسمي وباسم أهالي العلم كافة، نشكر القائمين على هذا المباراة وهذه البطولة.